50 في الحديث أن 70,000 من هذه الأمة سيدخلون الجنة، فهل معنى هذا أنه لن يدخل الجنة من هذه الأمة أحد غيرهم؟ جيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. ومقصود الحديث بيان أن هنالك فئة من هذه الأمة يدخلون الجنة من غير حساب، لا أن عدد أهل الجنة من هذه الأمة 70,000 فقط، فهؤلاء 70,000 المشار إليهم في الحديث هم في منزلة عالية من هذه الأمة لمزايا خاصة اختصوا بها ذكرت في الحديث، فهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. ولنا جميعا معشر المسلمين بشارات نبوية في هذا الحديث وغيره. فأما هذا الحديث فإن له رواية عظيمة وزيادة كريمة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1000 70,000، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وأما البشارة الثانية فهي أن عدد أهل الجنة من هذه الأمة هو ثلث العدد الإجمالي لأهل الجنة، فيدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ممن يدخلها من كل الأمم السابقة مجتمعين. ففي الحديث أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم، والله أعلم.